الطبيعه ديالنا كما كتشوفوا معنا الاشواء الحفله تكون ان شاء الله هنا غيدوز النهار رائع ديالنا قناة ميسورة كريمة. كرحبوا بكم معنا اليوم في هذا الحفل الأكثر من رائع بحضور محبوبة تيبي، ونخلي معكم اختي مجدان. مرحبا بكم المتابعين ديالنا ديال قناة ميسورة كريمة، مرحبا بكم وألف مرحبا، وخليكم معنا إن شاء الله هاد الحفل مازال إن شاء الله. شكرا للبنات اللي اختاروا لي اللون الأسود، أنا خديت اللون الأسود على الذوق ديالكم وخلاص الأصفر حتى هما شكرا لهم. ها هو لبسات أختي بحال اللي لبستو أنايا، وتبعوا معنا تعيشوا معنا الأجواء تكون رائعة طب إن شاء الله، شي حاجة واعرة. خليكم معنا حتى لآخر فيديو. وكيفما كتشوفوا دابا راه ضروري كنعملوه. كيفما كتشوف دابا ياسين ضروري كنعملوا هاد العادات هادي، ضروري خصها تعمل هاد العقد اللي زار
على شي وحده كتكون من العائله بحال اللي كيقولوا يعني كيكون عندها شي حظ مزيون او لا شي سعد مزيون وكتكون والده البلد. بما ان نتيجه هي اللي والده البلد راه هي اللي غادي نقدموها تعقد لي تعقد عليها نزار حفصه. كنتمنى ان شاء الله سعدها يكون خير من ديالي وخير من كاع البنات كاملين ان شاء الله يا ربي. والله يسهل على كل اي واحد مقبل على الزواج الله ييسر له. وغنعيشوا دابا التقاليد ديال الشماليين وغادي نطلقوا مع الفرقه ديال عبد الخالق تبارك الله عليه. شفع فينا
حبيب وصل على نبي ما يخيب مبروك عليك يا لالا حفصة الله يجعله فرح دايما عليك لالا ليك الرحمن ورضات الوالدين دايرين بيك من كل شر الله يحافظك وينجيك محجوب عليك يا زينة العرايس تبارك الله وحجاب الله عليك لالا العاشقين سيدنا محمد صلي عليه تربح يا من صلت على رسول الله تربح يا من صلت على رسول الله صلوا على النبي الحبالي اللي صلى على الحبيب ميكين والشيطان له وخز والله صلي ماشي معنا الحباري سيدنا محمد عليه السلام حفصان حنا حفصان يسلم عليك سيدنا محمد عليه عجلوا لحنا بين ورد والزهر عقدوا حفصاني زار وحفصاني وسلم عليه سيدنا محمد عليه السلام وداق الطبال وداخل الدفون صبروا ومسحون الدموع الله صلي وسلم عليه سيدنا محمد عليه السلام رشوا العطور الكادية رشوا الظهور على لالا حفصة الغالية بنت الأصول وصلي وسلم عليه سيدنا محمد عليه السلام وارضي عليا وصلي وسلم سيدنا محمد عليه السلام ولالا بنتي ويا لما رضيا فراقك يا حفصة صعيبة وعاقدة لهمة تبكي وتبكي
بنتي ويا مولاة القلب الحنين سرا حفصة الله يجيب لك يوم زين العروس وبالحناني يا للا حفصة شالك غالي حفصة يسلم عليك سيدنا محمد عليه السلام يا حفصة بابك يقول لك ما سخاش بيك وراد عليك اللهم صل وسلم عليك سيدنا محمد عليه السلام جيبوا لي ونمشي في حالي اللهم صل وسلم عليك سيدنا محمد عليه السلام وصلي وعلى محمد صلي وعليه واللي ما ذكر محمد جناح سيدنا جبريل يا للا ضلينا عليك وملايكة الرحمن يا حفصة ضايرين بيك ووالديك يا للا راضيين عليك بالدوام والتيسير يا حفصة يا قياس جديد معنا الحبايب يدك مليح بالحيلة ويا لالا دبن جداب ورجليك مليح بالحيلة ويا لالا تدخل بيوم شعلنا يا حفصة في وجه you
تشرفت باللقاء ديالها ونورتنا هذه ساعة من ساعات الله يا
محمد الله مجل علي. معليش شكرا خويا الحسن، شكرا خويا ياسين اللي نتوما فرحتوني، وانا هذاك وانا الناس تيحسوا داك الشيء فرحتوني معاها وقلتوا والو الا ما لبستيش انت وقادينك انت الاولى ما غاديش تبان حتى وحده فيهم قبل ما تبان انت. وشكرا وشكرا لكم اللي مشيتوا خيطتوا لي الحوايج بين 24 ساعه باش تلبسوا لي انا الاولى عاد تشوفوا لعيالاتكم. شكرا لكم بزاف، الله يجعل ربي يوقف معكم والله يجعل ربي يسهل عليكم ان شاء الله يا سيدي ربي ويعطيكم ما تتمنوا ان شاء الله. صلاه وسلام على رسول الله الى الشيله جا سيدنا محمد اللهم اجل علي وحنان السلام عليكم، تحية صحاب الشمال، تحية داخل المغرب، خارج المغرب، وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف، الله يحفظكم، وكبرتوا بينا الله يكبر بكم، وشكرا بزاف الله يحفظكم. آمين. شكرا لصحاب الشمال كاملين، تنشكرهم بزاف، الله يجعل ربي يوفق معاهم إن شاء الله يا ربي، وتنشكر أختي انتصار بزاف. حنون هذه تكون في تبارك الله تبارك الله عليكم فرحتنا وهذيك راه تنشكروها بزاف. أما العرس رمضان أما العرس إن شاء الله رمضان نمشيو إن شاء الله لبلادنا ونديروا ذاك العرس ديالنا مزيغ وتكون حاضرة أمها إن شاء الله. الله صلي عليك يا رسول الله الحبيب.
تجاوبوا مازال ان شاء الله.